قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي إن مصرف ليبيا المركزي هو أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية المسلحة بالأموال، مضيفا أن الجيش الوطني الليبي لم ولن يوجه السلاح ضد أي مواطن، مؤكدا أن هدف الجيش في كل تحركاته هو القضاء على الإرهابيين وتحرير المدن الليبية من سيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا المستشار رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي. سعادة المستشار، أرحب بك على إكسترا نيوز. وها هو الجيش الوطني الليبي يؤكد مجددا عن التزامه بقواعد الاشتباك في عملياته لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية. اللواء أحمد المسماري يؤكد أن مصرف ليبيا المركزي هو يعتبر من أهم مصادر تمويل الجماعات الإرهابية. برأيك هل هناك جهود تقوم بها المؤسسات الليبية الشرعية في ليبيا كمجلس النواب على سبيل المثال لاستعادة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي؟ أهلا بك يا أستاذ همام. للأسف الشديد هذه المعضلة التي تواجه ليبيا الآن، وتحدث عنها الرئيس السيسي كثيرا في المحافل الإقليمية والدولية عندما تحدث عن ضرورة استعادة الشرعية في ليبيا واستعادة الدولة واستعادة مقومات الدولة. للأسف الشديد أخي همام، عندما تكون السلطة التنفيذية منقسمة والسلطة التشريعية أيضا للأسف منقسمة، وهناك برلمان يريدون أن يكون موازي في طرابلس، وهو وصفه عقل صالح ووصف النواب الذين انشقوا في خيانة الأمة أو الخيانة العظمى. أيضا عندما تكون هناك مصرف ليبيا المركزي وهو مؤسسة سيادية أيضا منقسمة، والكارثة ليس في الانقسام فقط، إنما في التحكم المباشر من قبل جماعة الإخوان المسلمين في هذا المصرف المركزي. تقارير من ديوان المحاسبة الليبي نفسه قال أن ليبيا في غضون 3 سنوات فقط أخي همام تم إهدار مبلغ أكثر من 320 يعني 3 مليار دولار أمريكي. يعني مبلغ رهيب. أين ذهب هذا المبلغ؟ في شراء ذمم لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى دعم الميليشيات، لأن هذه الميليشيات تبتز في الدولة. نؤكد كما قال اللواء المسماري حتى نضع النقاط على الحروف، أن القوات المسلحة الليبية الدافع الأول والأخير لها هو الأمن القومي الليبي، هو محاولة انتشال ليبيا من الوحل الذي سقطت فيه في 2011. الجيش الليبي ليبيان آرمي مثله مثل الجيش المصري والجيش الجزائري والجيش السوداني، يعمل على استعادة الدولة والنهوض بالدولة في حالة السلم والحرب. الجيش الليبي سلاحه موجه أخي همام إلى فئات محددة، هي الفئات الإرهابية الإجرامية، قطاع الطرق، من يبتزون الدولة، من يريدون استمرار الفوضى في ليبيا. وبالتالي يجب حقيقة أخي همام إبعاد مؤسسة الجيش عن أي صراع سياسي أو مالي أو اقتصادي أو ما إلى ذلك. الجيش ربما ما يؤكد ما تحدثت عنه سعادة المستشار، عندما يعني استطاع الجيش الوطني الليبي إعادة السيطرة على أبار النفط وحقول النفط في ليبيا، تم تسليمها إلى مؤسسة النفط التي هي موجودة في طرابلس وربما تتبع الآن هذه العناصر والجماعات الإرهابية. بالضبط. وللعلم أخي همام، لكي أكون معك متجردا وصادقا، هناك فئات كبيرة جدا من الأمة الليبية، مفكرين وحتى مهندسين في قطاع النفط، عاتبوا القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وقالوا لها كيف تحرر الموانئ النفطية من جماعات إجرامية إرهابية وتسلميها إلى جماعة إرهابية أخرى وهي جماعة الإخوان. كان الرد واضح من المشير خالد حفتر، نحن لا نتدخل في يعني مصارف النفط واموال النفط. ولهذا السبب مبادره الخارجيه المصريه اخي همام التي اكد عليها الرئيس السيسي في اجتماعه مع الكبار السبعه، اكد على نقطه ضروره التوزيع العادل لعوائد النفط.
نعم. لأن فعلا هناك غبن في هذا التوزيع، مناطق في الجنوب وفي الشرق مهمشة بالكامل، يعني للأسف الشديد أغلب أموال النفط تذهب إلى جيوب هذه الميليشيات. نعم. سعادة المستشار، اتساقا مع ما تذكر بالأمس أو أول أمس أعلن في أو الأخبار أو أعلنت في ليبيا أنه تم انشقاق عدد من الجماعات المسلحة والفصائل المسلحة الموجودة حاليا في العاصمة طرابلس، ربما أرجعوا ذلك الانفصال أو ذلك الانشقاق إلى عدم رضاهم عن توزيع الأموال الآتية طبعا سواء من النفط أو حتى من مصرف ليبيا المركزي. كيف تقرأ هذه الانشقاقات الحادثة حاليا في صفوف الجماعات الإرهابية؟ هذا الشيء متوقع أخي كريم، لا يوجد إنسان وطني خاصة في الأجهزة السيادية، جهاز الشرطة أو مؤسسة الجيش أو مؤسسة الأمن القومي، لا تجد أي إنسان يطلب مقابل أن يدافع على بلاده أو وطنه. نعم. هذه للأسف الشديد ميليشيات مرتزقة وتدعي أنها وطنية، ربما تكون مرتزق وأنت تحمل نفس جنسية البلد. هؤلاء تعودوا منذ سقوط الدولة. نعم. في هذا الواحد في 2011 تعودوا على سرقة الأموال، تعودوا على ضخ الأموال، وبالتالي لهذا السبب هم لا يريدون أخي همام، وهذه نقطة مهمة جدا، لا يريدون تسليم الأسلحة، لا يريدون استعادة استقرار الدولة. لماذا؟ لأن في هذه الحالة سوف تقفل عنهم مضخة المال، سوف يحرموا من المال الذي تم إهداره. ليبيا أخي كريم عندما تم إسقاطها في 2011، وهذا الرقم أنا مسؤول عنه، نعم، كان في مصرف ليبيا المركزي 700 مليار دولار أمريكي، ودون هذا الرقم جيدا أخي همام، وأنا مسؤول على كلامي، ولديكم صندوق النقد الدولي تستطيعون أن تسألوا. ليبيا عندما تم إسقاطها وجدنا في مصرف ليبيا المركزي 700 مليار دولار أمريكي، نعم، هذا من غير الاستثمارات الخارجية في دول العالم. الآن لم يتبقى إلا بضعة مليارات. ليبيا يراد لها أن تدخل في فلك صندوق النقد الدولي وتصبح دولة مدينة، ويتم ترقيعها وتجويعها كما حدث أخي الكريم في الصومال والعراق. نعم، وصلت الفكرة سعادة المستشار رمزي رميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة.